مرحبا، أهلا وسهلا بكم. في جريمة حرب جديدة تشن قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا على قلب مخيم جنين. لحد اللحظة 8 شهداء وشهيد في رام الله وأكثر من 50 جريحا، بينهم 10 حالتهم خطيرة في حصيلة مرشحة للارتفاع بسبب الإصابات الحرجة. في نبض العالم لهذا اليوم نتابع تطورات المعركة التي يراها الفلسطينيون جزءا من حرب شاملة تطال الشعب والأرض والرموز والهوية الفلسطينية. لماذا يجدد الاحتلال عدوانه على مخيم جنين كل مرة؟ أية أوراق لدى الجانب الفلسطيني لوقف التصعيد الصهيوني؟ وهل سيكتفي المجتمع الدولي بالتنديد دون خطوات ملموسة لوقف العدوان؟ ابقوا معنا. ثمانية فلسطينيين وأصيب 50 آخرون، ضمنهم 10 أصيبوا بجروح خطيرة جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، فيما أعلن جيش الاحتلال الحرب على المخيم بتنفيذ عملية اجتياح برا وجوا هي الأكبر منذ عملية السور الواقع عام 2002. أمين عبروش. دمار شامل، كذلك بدا مخيم جنين إثر عدوان صهيوني جديد هو الأعنف منذ نحو عقدين. مئات الآليات العسكرية وآلاف من جنود الاحتلال يتقدمون ليلا في طريق العدوان الذي لا يزال متواصلا. برا تقتحم المدرعات والجرافات أسوار المخيم وتعيث فيه خرابا، وجوا تقصف صواريخ طائرات الأباتشي والمسيرات منازل المدنيين الفلسطينيين. على السطوح وخلف جدران البيوت ينتشر القناصة قاطعين التيار الكهربائي مترصدين أي حركة، مصوبين سلاحهم نحو كل الاتجاهات بما فيها تلك التي لجأت إليها العائلات علها تكون الملاذ الآمن من آلة الحرب الدموية، كما هي حال مسرح الحرية الذي لم يسلم من القصف. العدوان الدامي خلف شهداء وجرحى، إصابات بعضهم خطيرة، غير أن ذلك لم يزحزح آليات الحرب الصهيونية التي أغلقت المنافذ في وجه سيارات الإسعاف ومنعتها من إجلاء المصابين، تاركة بعضهم ينزفون حتى الموت. أمام هذا الوضع وجه الهلال الأحمر نداء عاجلا لفتح ممر إنساني، بينما تهدد سلطات الاحتلال بتوسيع عدوانها الذي بدأته من جنين. عدوان امتد إلى الطواقم الصحفية التي احتجز الاحتلال وخرب معداتها قمعا وتعتيما، والصورة هنا أبلغ من أي تعليق على جرائم حرب صهيونية سافرة على مرأى ومسمع العالم. ولمتابعة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية معنا مباشرة من القدس عبر سكايب الباحث المختص في الشأن الصهيوني الأستاذ إبراهيم فضل الشيخ. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. طبعا ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا المحلل السياسي الدكتور رائد ناجي. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور رائد. دعنا نبدأ معك أستاذ إبراهيم. طبعا نتابع معك آخر التطورات في مخيم جنين، الوضع ما زال متفجرا ومستمرا، ما الذي يجري ونحن نتحدث عن ارتفاع في عدد الشهداء؟ نحن نتحدث الآن عن 9 شهداء وشهيد في البيرة برام الله.
نعم، تحياتي لك ولكافة السادة المشاهدين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. ما يحدث في جنين هو مجزرة حقيقية لكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتأتي هذه المجزرة في سياق الرد الإسرائيلي على ما تسميه إعادة الردع المفقود، بخاصة جنين التي ترسخت في العقل الإسرائيلي الصهيوني بأنها عاصمة الإرهاب كما يصفها أحد المحللون الإسرائيليون، وأنها لن تستطيع أن تخبو جذوة هذه المقاومة، بخاصة أن هناك حديث إسرائيلي مطول عن هذه العملية. البعض يتداول بأن هذه العملية ستستمر لساعات، والبعض يقول بأنها لا حدود لها، بالتالي الاحتلال يقوم بمجزرة ويحاول رفع عدد الشهداء في استهداف الفلسطينيين من خلال القناصة واستهداف، ومعظم الشهداء هي إصابات في الرأس بشكل مباشر، وهذا يدل على صلف الاحتلال الذي يريد أن يرفع من عدد الشهداء حتى يتم الضغط على المقاومين والحاضنة الشعبية في جنين، وحتى يصدر للجمهور الإسرائيلي الاستيطاني الذي يعترض على سياسة هذه الحكومة بأنها لم تعد قادرة على الردع، وأن كما تقول بين مزدوجين الإرهاب الفلسطيني يتنامى، بخاصة في شمال الضفة الغربية وعلى رأسها جنين التي أصبحت تستخدم وسائل لم تكن مستخدمة منذ سنوات، مثل المتفجرات وما كان من الكمين المحكم الذي فاجأ الاحتلال، واستمر قرابة 10 ساعات بإخلاء آليته العسكرية المعصوبة، وأتى بعد ذلك عملية عيلي التي أرقت المستوى الأمني الإسرائيلي وبدأ متخبطا، مما أثار الغضب في أوساط المستوطنين الذين انقضوا على القرى الفلسطينية المجاورة والمحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين. فالاحتلال اليوم عزم على أن يقوم بمجزرة أمام جمهوره وأمام ناخبيه، بخاصة في ظل حالة الاحتقان الداخلي الإسرائيلي والنقمة على ما يقوم به نتنياهو وزمرة الوزراء من المستوطنين من تغييرات في المنظومة القضائية. يأتي ذلك تزامنا في ارتفاع وتيرة الاستيطان الاحتلالي. نعم، سنعود إليك ونفصل فيما يخص الكيان الصهيوني. نعود إليك دكتور رائد ناجي. طبعا 9 شهداء في جنين، الشهيد في رام الله، نحن نتحدث عن أكثر من 50 جريحا و10 مصابين أو 10 جرحى في حالة خطيرة لحد اللحظة. من داخل المخيم الصورة غير واضحة، هل ظهر أي شيء بخصوص ما هو قادم دكتور؟ طبعا لابد أن ننوه أن الاحتلال يشن هذه الهجمة ربما الأكبر على مخيم جنين، هو ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية بعد مخيم بلاطة المتاخم أو على حدود جنين وما بين جنين ومرج بن عامر. طبعا هذا المخيم الذي هو عصي حقيقة على هذا الاحتلال، وتعد هذه العملية العسكرية هي الأكبر بعد عملية 2002 التي قادها شارون، الهالك شارون، التي سميت بالسور الواقي. واليوم أيضا الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية في داخل مخيم جنين اليوم تسميها بأس جنين، إذا عملية المقاومة لهذا الاحتلال تسمى ببأس جنين. طبعا الاحتلال أراد أن يقوم لهذه العملية، وإذا ما تبعنا الإعلام العبري الذي قال أنه مثل هذه العملية كانت مبرمجة منذ 10 أيام بعد موافقة نتنياهو ويوف جالانت وزير الدفاع الاحتلال، وأيضا قادة القوات الأمنية، وأيضا المطالبات الكنيسة وخاصة المستوطنون في الكنيسة بالضبط وضرب مخيم جنين. طبعا اليوم الاحتلال قام بمحاصرة مخيم جنين من كل الاتجاهات وغلق كل الاتجاهات على مخيم جنين من أجل أيضا تنفيذ ضربة سريعة وخاطفة تستهدف البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية في الشمال الفلسطيني. ويعود نتنياهو بعد الضغط عليه من قبل حكومة الاستيطان بأنه عاد بانتصارا مؤزرا لهذا الكيان. نعم. فعلا تمت محاصرة جنين وغلق كل الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، وحتى منعت طواقم الإسعاف والأطقم الطبية. لكن الأنباء الآن تقول
بالأحرى، وهو ربما الذي اليوم عكس هذه المعادلة، هي الكمين الذي وقع فيه جيش الاحتلال نتيجة العمليات المشتركة والغرفة المشتركة للجهاد الإسلامي وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية، والتي طبعا هذه قامت بالإجازة على وحدة صهيونية وحدث فيها عدد من القتلى التي لحد الآن لم يعلن عنها هذا الاحتلال. لا. هذا ما يعني أن الاحتلال اليوم يعيش أو اليوم يعيش مأزقا أصعب من الأول، إذ كانت اليوم خطة نتنياهو هي محاصرة المخيم ومحاولة التدمير وتدمير بنى تحتية وحتى الطرق ومحاولة قصف البيوت طيب. على ساكنيها وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل أن يقول نتنياهو بأنه عاد بنصر مؤزر. لكن الذي يحدث اليوم أنه عدد القتلى الذي بلغ في صفوف هذا الاحتلال كثيرة، ثم أن هناك دعوات في المقاومة الفلسطينية لأن تنتشر الانتفاضة والمقاومة في مدن أخرى حتى يتم الفك عن العزة، وهناك تهديد حتى من داخل المقاومات الفلسطينية في غزة. طيب. إذن اليوم ما نقول عليه أنه الاحتلال يريد أن يطبق الحصار على جنين وتنفيذ ضربة سريعة وخاطفة كما كان يريد لها، ولهذا ربما من 2002 لم تشارك الطيران العسكري في الضفة الغربية أتكلم، ولم تشارك الأباتشي في الضفة الغربية لهذه المرة، أول مرة هذه العملية. لكن اليوم العملية بعد العمليات أو ردود فعل المقاومة والذكاء المقاومة الذي أنهك الاحتلال بعمليات داخلية وتفجير عدد من الجبات والعبوات طيب. وإدخال قوات الاحتلال أو فرق الاحتلال في كمائن محكمة، يعني حتى أن هناك إعلانات عن الداخل الفلسطيني ومن المقاومة الفلسطينية يعني تقول أنها تتحدى أن يعلن الاحتلال عن عدد الخسائر لجنوده. نعم دكتور، هذا وما قالته الصهيوني، هذا ما قالته المقاومة. نعم حالة سلبية. نعم سنعود إليك دكتور رائد ناجي، دعنا نعود إلى الأستاذ إبراهيم. طبعا أستاذ إبراهيم، ألم يتعلم هذا الكيان من الدروس السابقة؟ قبل 20 سنة لم يستطع دخول مخيم جنين، طبعا جنين الآن مغلق بالكامل، العدوان لحد الآن محدد النطاق بجنين. ما رأيك في ما سيحدث مستقبلا؟ التطورات التي سترصد لاحقا هي من ستفصل في توسع العدوان من انحساره أو توقفه، كيف تقرؤون توقيت هذا العدوان ومكانه أستاذ إبراهيم؟ طبعا هذا العدوان مخطط له منذ أسابيع كما أشارت وسائل الإعلام العبرية، لكن نستدل في الإجابة على سؤالك بما ورد من خبير أمني إسرائيلي بأن العدوان على جنين لن يغير الوضع، وهذا أشار به رئيس معهد الأمن للأبحاث، الأمن القومي للأبحاث هيمان، الذي قال بأن هذه العملية وادعاء إعادة حالة الردع بخاصة في جنين هذا هراء، لأن هذا أمر مجرب وهذا الأمر لم يأتي بنتائج أخرى. فهذه العملية العسكرية من دون أي إعلان سياسي أو حتى وضع على أجندة الحكومة أي إعلان سياسي، في ظل الحديث عن ضعف السلطة الفلسطينية وإقصائها، وفي ظل التخوف من الفصائل الفلسطينية التي أعلنت بأنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات، كل هذا يؤرق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مما سيقود إلى حرب شاملة كما قالت الأوساط الأمنية الإسرائيلية وعلى لسان ذات الخبير، وقالت بأن كلما ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين هذا يؤجج الوضع وستشتعل الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا قد تستدعي دخول جنوب لبنان إلى المعادلة، مما يؤدي إلى جولة جديدة إسرائيل غير متهيئة لها في هذه الأثناء بسبب عدة عوامل. أولا، هل تتوقعون دخول جبهات في الساعات المقبلة من قبيل غزة ولبنان؟ أنت ذكرت لبنان طبعا، ومن خلال تصريحات قيادات بعض الفصائل الفلسطينية بأن ساحة جنين لن تترك وحدها، وأن الجغرافيا الفلسطينية موحدة، وأن وحدة الساحات ستلتئم في حال ازدياد
هذه الوحشية الإسرائيلية على جنين، وما يسمى الآن من خلال استهداف حتى المساجد قبل قليل في ظل إعلان للجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مسجد وسط جنين لأنه يطلق منه النار كما يدعي الاحتلال، ويمارس ما يسمى عملية طنجرة الضغط على جنين حتى يقوم بحصارها وإيقاع أكبر عدد من الشهداء، وحتى يؤثر في المعنويات الفلسطينية بخاصة جنين التي أربكت حسابات الاحتلال وعاد إلى الواجهة من جديد استخدام بعض السلاح الطيران الأباتشي في جنين، وأيضا ما كان من اغتيال عبر المسيرات لثلاث من الشبان الذي ادعى الاحتلال أنهم ذهبوا لتنفيذ عملية. فهم في الإعلام العبري يقولون أن هناك أكثر من 50 عملية إطلاق نار بحسب يدعو طحرنوت اليوم، وعمليات وجهت من جنين تحديدا في خلال النصف سنة المنصرمة، وهذا عدد ومؤشر كبير جدا في عرف المنظومة الأمنية الإسرائيلية. وأيضا هناك دعوات إسرائيلية لأن تكون ضربة استباقية لكي لا تكون هناك عمليات في الداخل، بخاصة في ظل الحديث عن إعادة المتفجرات إلى الواجهة من جديد وما يخشاه الإسرائيلي من عودة العمليات في قلب الكيان، وأيضا تعرض المستوطنين لإطلاق نار ولاستهداف مباشر من قبل المقاومين الفلسطينيين على ما تقوم به إسرائيل الآن من جرائم ضد الفلسطينيين في جنين. نعم دكتور رائد، طبعا عن أهداف هذا العدوان ونطاقه حديث عن وجود خطة جهزت منذ عام وتم تأجيلها. دكتور رائد، لماذا جنين بالذات؟ لماذا أو ما الذي يميز هذه المدينة أو هذا المخيم؟ طبعا أولا هناك عدة أوامر. إذا ما تكلمنا عن أولا الجغرافيا أو جغرافيا المخيم، جغرافيا المخيم هو الشمال الفلسطيني والمتاخم لحدود الخط الأخضر، وكثير من العمليات التي نفذت في داخل الخط الأخضر كانت تتسلل عبر مقاومة جنين، فبالتالي اليوم جنين تحدث ارتباكات، أو مخيم جنين بالتحديد حتى أكون دقيقا، أحدثت عدة ارتباكات وغيرت معادلات قواعد اشتباك كثيرة جدا بالنسبة لهذا الاحتلال، وأصبح الاحتلال اليوم يرى أن جنين هي معضلة أمنية بحد ذاتها قائمة تهدد على الأقل استقرار هذا الكيان، وخاصة وأن جنين هي مدرسة للكثير من الحركات المقاومة. النقطة الثانية هو التلاحم أو تصدير المقاومة من غزة إلى مخيم جنين. جنين طبعا من المخيمات التي اعتنقت المقاومة من البداية، وربما المقاومات الإسلامية كانت قديمة، وإذا ما عدنا إلى التاريخ القديم لجنين يعني أيضا يعني عز الدين القسام في 1935 الذي وقف في انتفاضة ثلاث سنوات أكبر انتفاضة في العالم ضد بريطانيا كانت في جنين، فبالتالي جنين منذ البداية كانت بها قلعة خصبة جدا للمقاومة الفلسطينية. لكن بعد عملية مرج الزهور التي قادها الاحتلال بنفي كل رموز المقاومة الفلسطينية وخاصة الإسلامية منها إلى مرج الزهور في لبنان، أراد الاحتلال إخماد صوت المقاومة في جنين، وتبع عدة عمليات من أجل القضاء على الانتفاضة، مثلا انتفاضة الحجارة في مخيم جنين التي كانت قوية جدا، وتبعتها ربما اجتياحات 2002 السور الواقي لشارون، وثم تبع عدة اجتياحات، لكن اليوم جنين تعود وتتصل وتربط همزة الوصل مع المقاومة في غزة، وهذا أكثر ما يؤرق الاحتلال، وهذا ما تكلم عن الاحتلال وكل باحثي الاحتلال والمخططين الاستراتيجيين والمحللين الاستراتيجيين للاحتلال في هذا الموضوع، والخشية أن تستورد أو كما يقولون هم تصدير المقاومة من غزة إلى جنين، وبالتالي جنين منطقة قابلة لأن تتغذى بالمقاومة، هناك حاضنة قوية جدا، هناك أيضا من الجانب العمراني هي مدن صغيرة جدا متلاصقة أو مدينة متلاصقة مكتظة جدا على طريقة القصبة في الجزائر مثلا، وبالتالي أنه الدخول إلى عملية جنين وأن تكون هناك نقاط تمركز وقلاع للمقاومة فهو من اليسير جدا، لأن أصلا بيئة المخيم وأهل المخيم كحاضنة قوية جدا. نعم. وربما كل أهل جنين يستطيع كل مخيم جنين يستطيع أن يكون مقاوما، يعني حتى المرأة يمكن وحتى الطفل يمكن أن تكون مقاومة ومتدربة أيضا على المقاومة الفلسطينية، وهذا طبعا ما تحدث عنه الاحتلال. هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة وهي مهمة، الاحتلال يخشى أن تكون هناك مقاومة قوية جدا من الجنوب وهي موجودة بالفعل اللي هي غزة، وهناك أن تكون من الشمال وهي مخيم جنين، وبالتالي الاحتلال يخشى أن يتم إطباق المقاومة عليه من جهتين، بمعنى آخر الاحتلال كان دائما يستهدف
جهة معينة من في فلسطين، مثلا يستهدف جنوب فلسطين أو غزة، يعني يستهدف غزة وقطاع غزة بشكل عام. طيب. لكن اليوم إنه استهداف قطاع غزة يمكن أن يكون هناك ردود فعل من الشمال، وبالتالي يمكن إطباق المقاومة لتلتقي صواريخ المقاومة في قلب هذا الكيان من الشمال ومن الجنوب، وهذا فعلا ما تحدث عنه التقارير الأمنية لهذا الاحتلال، وربما شبيت يعني تحدثت عن موضوع المقاومة الداخلية في داخل فلسطين، وبالتالي أن تنطلق من الشمال بمعنى آخر من الشمال، وأن تمتد هذه المقاومة وتتصدر إلى مخيم بلاطة القريب أيضا من مخيم جنين، يعني هي ليست بعيدة، ربما 50 عدد أكثر كيلو متر أو أقل حتى، فبالتالي وأن تتصدر إلى مخيم عسكر المتاخم لمخيم بلاطة وهي كلها على حدود مدينة نابلس، ثم تنطلق إلى مخيمات الخليل، مخيمات الأمعري على حدود القدس، الجلزون، رام الله، وكلها مخاوف للكيان طبعا. هذا الموضوع وهناك في ترابط وصلة ترابط ما بين مخيم جنين وباقي المخيمات، وهم يعيشون ظروفا متشابهة، وهم قدموا أيضا من لجوء من أراضي 48، فبالتالي إذا تلك المخيمات قريبة وبينها أواصر علاقة، يعني حتى على المستوى العائلي وحتى طيب على مستوى طيب المقاومة، حتى على مستوى الظروف المعيشية. دعنا نعود إلى الأستاذ إبراهيم. على الطريقة الجغرافية وتقسيم المخيم على أماكن وجود المخيم، كل هذا الموضوع إذا ما اشتد طبعا سيربك الاحتلال بشكل كبير جدا. وهذه هي أكبر مخاوف الكيان. دعنا نعود إلى الأستاذ إبراهيم فضل الشيخ دكتور رائد ناجي. إنه 60% طيب. من قوات الاحتلال مستنزفة في الضفة الغربية، هذا قبل أن تصور هذه المخيمات. نعم. فما بالك لو صارت كل هذه المخيمات. نعم أستاذ إبراهيم، طبعا الاحتلال يقول إن العملية لن تتجاوز ساعات على الأكثر، يعني يومين، لكن مرتبطة بأهداف وضعها هذا الكيان. ما الذي يريده الاحتلال؟ نتحدث ولطالما كرر مصطلح الحسم، ما الذي يعنيه بالحسم أستاذ إبراهيم فضل الشيخ؟ يعني هذا الهدف هو كما أشار الباحث في معهد الأمن القومي عندما قال بأن هذا هراء، فمسألة إعادة الردع وإيقاف المد البشري، وكما أسلفتم قبل قليل وضيفك الكريم تحدث عن جنين التي يصفها الاحتلال بأنها عش الدبابير بين مزدوجين، والاحتلال يدرك جيدا ما هي التركيبة حتى السكانية وأعداد الشهداء الذين ارتقوا في جنين، وأيضا الموقع الجغرافي المحاذي للداخل الفلسطيني بشكل مباشر، وهذه العوامل مهمة جدا، بالإضافة إلى جيل الشباب الناشئ حتى بعد الصور الواقي عام 2002 الذي وجد نفسه أمام صور وضعه الاحتلال كي يفصل هذه المدينة عن باقي مدن فلسطين الداخل. فعندما يقوم الاحتلال برفع شعار بأنه يريد أن يعد حالة المقاومة وحالة الممانعة الفلسطينية من خلال الانقضاض على جنين وفصلها عن باقي مدن الضفة الغربية وأيضا قطاع غزة وجنوب لبنان وكل المقاومة الفلسطينية في شتى أماكن تواجدها، فهو ينفخ في رماد، بمعنى أنه يريد من أن يقول للمجتمع الإسرائيلي بأنه يقوم بعملية، لكن حتى الأوساط الأمنية الإسرائيلية في بعضها وصف أنها عملية تكتيكية قد تمتد إلى أيام رغم الإعلانات أنها 72 ساعة فقط، إلا أن الاحتلال لا يكشف في الأعم الأغلب عن نواياه، مما يشير إلى أن هذه العملية قد تكون قصيرة، أنها لم تحظى باجتماع المجلس الأمني المصغر الكابينيت، إنما قام بها نتنياهو وباشر بها عبر اجتماع مصغر لبعض المسؤولين الأمنيين ووزراء في الجيش في جيش الاحتلال، وهو لا يريد عملية طويلة الأمد. ولا ننسى أن إسرائيل في الفترات الأخيرة لم تعد قادرة على خوض حروب طويلة الأمد، إنما هي تريد أن تضرب وأن لا تتعرض حتى لضربات ولنقد دولي. نعم أستاذ إبراهيم، على ذكر الضربات، طبعا هذه الضربات طبعا تستهدف المستوطنات أيضا. رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة قال نتوقع أن تغير العملية الواقع الأمني في الضفة وتعيد الردع، مضيفا انتهاء هذه العملية وعملية جنين يجب أن يتزامن مع القضاء على البنية التحتية للمقاومة، وهو وصفها بمصطلح آخر. المقاومة طبعا
ألا ترى أن الجانب السياسي مع الجانب إن صح التعبير الميليشيا ميليشيا المستوطنات متفقان على هذه أو هذا العدوان؟ في هذه الأثناء قولا واحدا بأن المستوى السياسي متواطئ ومشارك حتى، وما رأيناه من اعتداءات على الفلسطينيين في القرى الفلسطينية في الأيام المنصرمة، كان الجيش قد شارك في إطلاق النار وكان مشاركا للمستوطنين في الهجوم على القرى الفلسطينية. وإذا لفتنا النظر، إذا كان هناك الجيش الإسرائيلي يتحرك لاعتقال أدنى على أدنى شبهة في قلب فلسطيني يعلم أن نيته يريد أن يقوم بأي عمل مقاوم، أو حتى على أعلام ورايات فلسطينية يقوم باعتقال شبان فلسطينيين في نفس الليلة، يأتي رتل عسكري وقوات مدججة من الجيش لاعتقال هذا الفلسطيني، أو حتى على تغريدة أو على بوست على الفيسبوك يقوم الاحتلال بتشغيل كافة أجندته ومخابراته وشباكه لاعتقال هذا الفلسطيني. فإذا رأينا المستوطنين قد انتشروا لعدة أيام وأحرقوا البيوت الكثيرة في طرمس عيا، وأيضا تهديد الفلسطينيين بالقتل المباشر من خلال إحراقهم في البيوت وحرق مركباتهم، وأيضا استشهاد الشاب من طرمس عيا على يد المستوطنين، فتحرك الجيش كان يعني متأخرا جدا، وكان أيضا مشاركا في هذا الموضوع، وكان نتنياهو قد يعني أعلن صراحة بأن أصبحت هناك دولة مستقلة للمستوطنين تختلف عن دولة تل أبيب. فميليشيات المستوطنين التي عادت إلى مستوطنات قد أخليت، ومن ضمنها إيفيتار، وأيضا عدة مستوطنات أقيمت بتغطية حكومية وبدعم من إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي وقف وقال انتشروا على رؤوس الجبال ونحن ندعمكم حتى يتم الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، بالإضافة إلى قطع الطريق على الفلسطينيين في أريحة ورشقهم بالحجارة من قبل المستوطنين. وهذا يأتي في سياق سكوت وصمت ومشاركة الجيش في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تبرئة الجيش من جرائم قام بها الجيش والنيابة العامة العسكرية التي لم تقدم حتى إدانة لمن قتلوا فلسطينيين، كما كان سابقا للمواطنين الفلسطيني عمر المسن، عمر أسعد الذي يحمل الجنسية الأمريكية، واكتفى فقط بتوبيخات في ظل توجيه توبيخات لوحدة الناحل التي يتكون منها المستوطنون اليوم والتي تشارك أيضا اليوم نلاحظ حتى الهجمة على جنين تقوم باسم رموز دينية وتلاوة صلوات تلمودية، وبأنها معركة الرب، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي اليوم هو جيش الرب وليس جيش الشعب، يقوم بما يقوم به من مآرب دينية ومنطلقات عنصرية بحتة، وهذا يعني نذير لإشعال حتى حرب دينية بالتزامن مع ما يقوم به في المسجد الأقصى. نعم، نعود إليك دكتور رائد. طبعا ما إمكانية أن تتوسع المواجهة وتصبح حرب شاملة؟ ما توقعاتكم وما شكلها وفق نظركم أستاذ رائد؟ أنا لا أعتقد أن تكون هناك حرب شاملة أو واسعة كما يدعي الاحتلال، بل إن الاحتلال منذ البداية أعلن أن هذه ستكون عملية خاطفة وسريعة، لأن اليوم الاحتلال هو فقط أنه خوض هذه العملية باتجاه جنين كانت إرضاء لحكومة المستوطنين والأحزاب الحريدية والأحزاب الصهيونية اليهودية طبعا إرضاء لها فقط، وكانت أنا أسميها عادة أحزاب المستوطنات وحكومة المستوطنات، وبالتالي كان اليوم دائما في تخوف كبير جدا يأتي من جنين. فبالتالي منذ الساعة الأولى قالوا أنها عملية سريعة وخاطفة، واليوم بعد أن تأكد الاحتلال على جهوزية جنين وعلى جهوزية مخيم جنين وعلى قوة الحاضنة في جنين، وبعد أنه وجود بعض عمليات وأطلاق النار بشكل متفرقة في الضفة الغربية، وأيضا تهديد غزة لأن تدخل في المواجهة، وبعض وحتى لبنان أن تدخل في المواجهة، إذن الاحتلال اليوم أعتقد أنه كان يريد توجيه عملية من أجل أولا إرضاء للمستوطنين، النقطة الثانية قد يعني محاولة اغتيال أكبر عدد من المقاومين أو على الأقل الأماكن التي يجمع فيها المقاومون في جنين، ثم قياس جهوزية المخيم والحاضنة الشعبية الفلسطينية
وأيضا التنسيق مع باقي غرف العمليات أو غرف المقاومة سواء في داخل فلسطين أو خارج فلسطين. وباعتقادي اليوم بعد العمليات والكمائن التي أحكمت في داخل جنين وربما هددت بشكل كبير والتواجد ومنعت الاحتلال من أن يتواجد عدم الحرائق والخسائر البشرية التي حدثت في جيش الاحتلال وفي قوات النخبة الاحتلال، باعتقاد الاحتلال الآن أصبح هناك العملية عكسية على نتنياهو، إذ اليوم نسمع في مظاهرات وبعض الأصوات المنادية في داخل الكيان بالاستياء من نتنياهو بعد أن نزلت طائرات الهليكوبتر إلى مستشفى إلى مستشفيات عسكرية العقولة وغيرها في داخل هذا الكيان، معناها تؤكد على وجود عدد لا بأس به من جنود الاحتلال الذين أصيبوا جراء هذه العملية أو قتلوا. يعني الاحتلال طبعا الآن لم يصرح ولو بشيء من هذا الموضوع، مع أن المقاومة قد بثت بعض الفيديوهات للعمليات التفجير واستهداف الجبات والكمائن التي واضح جدا. أعتذر على المقاطعة. قوات الجيش المشاة، فبالتالي الاحتلال اليوم باعتقادي لن يتطور إلى أكثر، لأنه عندما يدخل في أكثر ستتصاعد العملية وربما تتوسع الدائرة، وهو اليوم في غنى عن هذه الدائرة. المحلل السياسي وليس جاهز كما يدعي، وإنما الآن يريد أن ينسحب نتنياهو. المحلل السياسي دكتور رائد ناجي أشكرك. يعني هو الآن فقط يبحث عن طريقة الخروج من المأزق بشكل أنه انتصر. نعم، يريد أن يخرج من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه. دكتور رائد ناجي، عفوا على المقاطعة، انتهى الوقت في هذا الجزء. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى كل التفاصيل التي قدمتها. شكر موصول أيضا للباحث المختص في الشأن الصهيوني الأستاذ إبراهيم فضل الشيخ الذي كان معنا وكنت معنا من القدس عبر سكايب. شكرا جزيلا لكما ضيفي. مشاهدينا، مستمرون معكم في تغطيتنا للعدوان على جنين، فاصل ونلقاكم بعد ذلك. تعود مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها للاجئين إلى الواجهة بعدما شنت قوات الاحتلال الصهيوني هجوما واسعا للمرة الثانية في أقل من أسبوعين. عدوان متتال يعكس تركيز المخططات الصهيونية على هذه المدينة التي تحتضن أكثر من 14 ألف لاجئ وشكلت لعقود رمزا لصمود المقاومة أو للصمود والمقاومة. فاطمة محديد. فجر الاثنين الثالث من جويليا، لم يرد الكيان الصهيوني أن يبزغ على سكان مدينة جنين ومخيمها بسلام، بل بجريمة جديدة تضاف إلى جرائمه التي لا تغتفر. عدد كبير من قوات الاحتلال المدعومة بدبابات وجرافات ومروحيات وطائرات مسيرة صوبت نحو المدينة ونفذت عدة غارات جوية بعد اقتحامها مخيم جنين. عدوان صهيوني وصف بأنه الأكبر منذ الانتفاضة الثانية، جند له المحتل نحو 1000 جندي. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على العدوان الذي شنه الجيش الصهيوني في جنين واستشهد على إثره 8 فلسطينيين. تجدد إجرام الاحتلال الصهيوني في حق الفلسطينيين وانتهاكه المستمر لقواعد القانون الدولي الذي يحظر هذه الممارسات العدوانية الغاشمة يسجله التاريخ ويعيد. فلماذا يستهدف الاحتلال مخيم جنين؟ يعود تاريخ إنشاء مخيم جنين إلى العام 1953،
بلغت مساحة المخيم عند إنشائه 372 دنما، ثم اتسعت إلى قرابة 473. ينحدر أصل أغلب سكان المخيم من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل وقرى تابعة لجنين، احتلت العام 1948. بلغ عدد سكان مخيم جنين في منتصف العام 2023 نحو 11674 وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. شهد المخيم العديد من الأحداث خلال الانتفاضتين، الأولى سنة 1987 والثانية سنة 2000. أما أبرزها فكان حصار قوات الاحتلال للمخيم في أفريل 2002. أدت المصادمات حينها حسب تقارير الأمم المتحدة إلى وفاة ما لا يقل عن 52 فلسطينيا، نصفهم تقريبا من المدنيين. عاد مخيم جنين إلى الواجهة مرة أخرى مع ظهور تشكيل مسلح جديد في 2021 حمل اسم كتيبة جنين بعد سنوات من الهدوء. لكن مع بداية أفريل 2022 شكلت منطقة جنين بمخيمها والمدينة وقراها أحد الأهداف الرئيسية لعملية كاسر الأمواج التي أطلقها الاحتلال. وراء استهداف الكيان الغاصب لجنين رغبة ملحة في كسر المقاومة، فجنين مدينة ومخيم عنوانه التصدي والمقاومة كما أثبتت دائما، ووراء ذلك أيضا رغبة في استرداد هيبة فقدها المحتل. عن الموضوع دائما معنا مباشرة من طول كرم عبر سكايب المختص بشأن الصهيوني الأستاذ محمد ناجي صبحة. مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك طبعا. ومن نابلس ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ محمد دويكات. مرحبا، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكما ضيفي. أستاذ محمد دويكات دعنا نبدأ معك. طبعا لماذا يجدد الاحتلال عدوانه على مخيم جنين كل مرة، وما المختلف في هذا العدوان؟ نعم، يعني بداية دعنا أترحم على أرواح الشهداء الأبطال الذين استشهدوا في مخيم جنين أثناء تصديهم لهذا العدوان الهمجي. وهذا العدوان الذي جاء في إطار التحضير له منذ أكثر من شهر، والاحتلال الصهيوني يجهز ويحضر لعدوان كبير على مخيم جنين وعلى محافظة جنين. الهدف الرئيسي هو القضاء على المقاومة والمقاومين، لكن كل مرة كان الاحتلال يفشل فشلا ذريعا في القضاء على المقاومة. هو يستطيع أن يغتال بعض المقاومين ولكنه لا يستطيع أن يوقف زحف المقاومة، ولأن المقاومة هي يعني متجذرة في نفوس وأذهان وقلوب وعقول كل أبناء الشعب الفلسطيني. نعم. وهذا العدوان الذي يراد به القضاء على المقاومة، نحن متأكدين أن المقاومة ستخرج وتتصاعد بشكل أوسع ضد هذه الجرائم وضد هذا الاحتلال، لأن ما يجري في مخيم جنين هي جرائم، وجرائم على يد هذه الدولة الإرهابية. فبالتالي الشعب الفلسطيني وكل المقاومين صامدين ويلتفوا، وكل الشعب الفلسطيني يلتف خلف خيار المقاومة والمواجهة المفتوحة مع هذا الاحتلال. فبالتالي هذا العدوان وقبله العديد من الاجتياحات والمحاولات الحثيثة القضاء على المقاومة، وكل هذه المحاولات فشلت فشلا ذريعا، كما سيفشل هذا العدوان في القضاء على المقاومة. هذا الاحتلال بإمكانياته وقدراته العسكرية
وهذه الترسانة العسكرية التي أدخلت إلى مخيم جنين، هذا المخيم الذي يعني لا يتعدى بضع الكيلومترات من مساحته، لا يستطيع هذا الاحتلال بكل إمكانياته العسكرية والتكنولوجية أن يدخله القضاء ومحاصرة المقاومة في هذا المخيم. فبالتالي هذا الخيار جربه الاحتلال مرارا وتكرارا، وكل مرة يفشل في أن يحسم المعركة، كل مرة يفشل وكل مرة لم يتعلم الدرس. سنعود إليك، نتوجه إلى الأستاذ محمد ناجي صبحة، طبعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال أن الاحتلال الذي جاء بأمل تحطيم المقاومة في جنين سيخرج جارا أذيال الخيبة. دعني أسأل، أي أوراق لدى الجانب الفلسطيني لوقف هذا التصعيد، لوقف هذا العدوان الصهيوني المستمر منذ ساعات؟ السلام عليكم لك ولضيفك الكريم وللمستمعين. أخي، الاحتلال الإسرائيلي وقادة الاحتلال قبل أن يشرعوا بحملتهم هذه قالوا أن المقاومة الفلسطينية في الضفة تطورت بهذه القوة لأربع أسباب، وهذه الأسباب الأربعة موجودة في مخيم جنين: كميات السلاح الهائلة كما يقولون، جيل فلسطيني أمله في المقاومة، فقدان السلطة للسيطرة على الشارع الفلسطيني، والأموال التي تتدفق من الخارج، وتحديدا هم يقولون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومن الخارج بشكل عام. هذه الأسباب هي التي جعلت مخيم جنين متميزا في المقاومة عن غيره. هو توفرت لديه هذه الطاقة الشبابية الهائلة، هذه الطاقة هي التي ستواجه الاحتلال، والأمل فيها. السؤال الذي تفضلت به، قلت سابقا في الإجابة على مثل هذا السؤال أن الشعب الفلسطيني فقد الأمل من الأطراف الخارجية، وهو يعتمد الآن على نفسه بشكل شبه كامل دون أن يترك طرق الأبواب الأخرى لكي تقف معه حتى يعذر نفسه أمام الله وأمام الناس. وبالتالي مخيم جنين فيه ثلة من الشبان الذين فقدوا الأمل بكل الحلول الاستسلامية والانهزامية ومن يسميها السلمية، وهم يأملون بأن تكون المقاومة هي الخيار الحقيقي والصحيح لمواجهة هذا الاحتلال. امتلكوا السلاح الخفيف، وجدوا حاضنة شعبية استقبلتهم بصدر دافئ، ووجدوا مكانا آمنا ملاذا يستطيعون من خلاله أن يطوروا أنفسهم شيئا فشيئا، فانطلقوا. الآن الاحتلال لم يستطع أن يجد حلا لهذا المخيم، ولذلك هو الآن يحاول أن يجد حلا بطريقة أخرى. في مرات سابقة ذكرنا أنه حاول أن يدخل بشكل متقطع، حاول أن يقصف من الجو، حاول أن يكمن للمقاومين، حاول بطرق عديدة ولكنه فشل، وفشل فشلا ذريعا، وكان فشله ظاهرا أكثر في الدخول الأخير الذي تصدى له المقاومون من خلال العبوات والتي أوقعت به عددا من الجرحى. وبالتالي هذا الخيار الذي كان هو موجودا في درجه، كما صرحت وسائل الإعلام العبرية أن الجهات الأمنية قالت بشكل واضح هذا الخيار يعد له ويتدرب عليه الجنود، جنود الاحتلال منذ عام كامل. وأنت تتحدث عن أكثر من 1000 جندي من نخبة الجيش الإسرائيلي، من الدفدفان ومن القفعاتي ومن الجولاني ومن المظليين ومن كل هذه الفرق، نخبتهم حاضرة الآن في المخيم مع أكثر من 130 آلية، مع عشرات الدبابات التي تتواجد في الأطراف للاحتياط، مع عشرات الطائرات بدون طيار، مع طائرات هليكوبتر، وهكذا هم حضروا بقضهم وقضيضهم لكي ينجزوا هذه المهمة. ولكنهم، وهنا نقطة مهمة يجب أن نقرأها من خلال الإعلام الإسرائيلي، لم يعلنوا بشكل واضح عن تفاصيل هذه العملية لأنهم يتوقعون أن يفشلوا، لأن الفشل أحد السيناريوهات الموجودة أمامهم، وقد جربوا مرات عديدة في أماكن عديدة ومن ضمنها غزة وفي الضفة، ووجدوا أنهم لم يحققوا أهدافهم. ولذلك الآن هم يحاولوا أن يقدموا أهداف جزئية هنا وهناك، لم يوضحوا عن المدة الزمنية التي سيمكثون بها.
أو عن الأهداف بشكل دقيق. تقديري أنهم نعم أستاذ سبحان، تذكرت غزة، ما الذي قصده الاحتلال بأنه سيغير المعادلة في جنين كما غيرها في غزة؟ يعني هو يتظاهر أنه غيرها في غزة وأنه حقق نظرية الردع، وأن الآن المقاومة في غزة يعني مردوعة من هذه القوة، بينما نحن نرى أن المقاومة في غزة لا يمضي عليها بضعة أشهر إلا وتخوض جولة جديدة. هو يقول أنه سيحقق الردع في الضفة الغربية من خلال ضرب مخيم جنين حتى بين قوسين يتأدب الآخرون ويسيرون بالطريقة الصحيحة. هذا لن يحدث، الذي سيحدث هو العكس، ستنتصر جنين بشكل أو بآخر، وبالتالي ستكون نموذجا لكي يطور المناطق الأخرى أداء. نعم، نعود إليك أستاذ دويكات. طبعا لماذا جنين تبقى حصنا منيعا، ولماذا تطرح تحديات كبيرة أمام الكيان؟ الكيان لم ينجح قبل 20 سنة، فكيف له أن ينجح اليوم؟ نعم، يعني محافظة جنين كغيرها من المحافظات، محافظة جنين وبالتحديد في مخيم جنين، هذا المخيم الذي انتصر أكثر من جولة وأكثر وفي أكثر من معركة على هذا الاحتلال الصهيوني في العام 2002، وبعد ذلك كانت هناك اجتياحات و اقتحامات يعني متتالية على مخيم جنين وعلى عموم المحافظات الفلسطينية، لكن إرادة شعبنا الفلسطيني وصلابة المقاومة وفكرة المقاومة التي فشل الاحتلال على مدار سنوات من عمر هذا الاحتلال على القضاء على فكرة المقاومة وطمس الروح الوطنية للشعب الفلسطيني عبر محاولات متواصلة، وأيضا جزء منها يعني محاولات ترهيب المواطنين وأحيانا ترغيب المواطنين من خلال حلول اقتصادية وغيرها، العديد من القضايا التي حاول الاحتلال بهذه القضايا أن يطمس وينهي فكرة المقاومة لشعب أعزل يناضل ويقاوم هذا الاحتلال، ولكنه فشل. وعندما يعني تتوفر الإمكانيات والقدرات المالية والعتاد المتواضع لدى أي شبل من أشبال فلسطين، هو مباشرة أول من يفكر به هو مقاومة الاحتلال الصهيوني. فبالتالي هذا المخيم الذي يعني توفرت به قضايا يعني من الناحية العسكرية، العتاد المتواجد في داخل المخيم هو عتاد متواضع، ولكن عندما يمتلك هذا العتاد شبان لديهم الإرادة الوطنية الخالصة في الدفاع عن الوطن وعن مقدرات الوطن، نعم، بالفعل يفعل فعله هذا السلاح وهذا العتاد، ورغم كل القيود ورغم كل الإمكانيات الاستخباراتية والأمنية التي حاولت أن توقف سيلان هذا أو تدفق هذه الأموال والعتاد إلى المخيم وعديد المخيمات وإلى عديد المحافظات في الضفة، لكنها يعني فشلت. والشعب الفلسطيني يمتلك أولا إرادة وطنية صلبة، وثانيا يمتلك أسلحة بسيطة، ولكنه بهذه الأسلحة يجابه ترسانة عسكرية قد لا تتوفر إمكانيات هذه الدولة الصهيونية لدى عديد من الدول دول المحيط، ولكن الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني بإرادتهم وصلابة صمودهم على أرضهم يدافعون عن فلسطين وعن أرض فلسطين وعن أرض المخيم. فبالتالي المخيم هو عنوان نضالي كبير، وهذا العنوان يعني الكثير لدى أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن نعتز ونفتخر أننا يعني موجودون
ندافع عن الشعب الفلسطيني وعن نعم. أبناء نعم الشعب أستاذ محمد دويكات في هذه النقطة وفي عموم الأراضي الفلسطينية. نعم. فبالتالي هذه يعني الممارسات السابقة التي حاولها الاحتلال في القضاء على المقاومة بالتأكيد لن يفلح ولن يستطيع. نعم في نقطة المقاومة دعني أطرح سؤال آخر على أستاذ محمد ناجي صبحة، عفوا على المقاطعة طبعا، حتى نبقى في نقطة تطورات الوضع بالمخيم وما قاله الأستاذ دويكات. طبعا إمكانيات بسيطة تملكها المقاومة، ما هي هذه الوسائل التي تستخدمها المقاومة لحد الآن بعد هذه الساعات من العدوان لحد الآن في مواجهة الآلة الصهيونية المصفحة والثقيلة؟ يعني دعني أذكر شيء من التفصيل في هذا الكلام. أولا المقاومة في الضفة الغربية وفي مخيم جنين بالذات وجدت حلا وجوابا للمعادلة الصعبة والصعبة جدا في الضفة الغربية، والتي من خلالها كان الاحتلال قادرا على أن يضيق على المقاومة وأن يمنعها من أن تنطلق. انطلقت المقاومة واستطاعت أن توجد لنفسها بؤرا آمنة تنطلق من خلالها. الملاحظة الأخرى أن المقاومة بدأت تحسن قراءة الطرف الآخر وهو الاحتلال، ولذلك إذا لاحظت أخي الكريم في المرات الماضية كان الاحتلال يدخل إلى المخيم بسهولة، ثم استطاع المقاومون أن يقرأوا أماكن دخول الاحتلال وكيفية دخوله وقوة مركباته، فأعدوا لذلك كمائن وأعدوا عبوات وعبوات تستطيع أن تواجه هذه المركبات، وبالتالي أوقفوا تقدم الاحتلال بالطريقة السهلة التي كانت موجودة سابقا. النقطة الثالثة، أدركت المقاومة في الضفة الغربية أن الاستمرار في الشرخ وفي حالة يعني عدم الوحدة الموجودة في الميدان أنها من أهم أسباب الضعف التي تواجه المقاومة، وبالتالي استطاعت المقاومة أن توحد أنفسها وأن تقف صفا واحدا. الآن أنت تسمع في مخيم جنين جميع الأذرع العسكرية لجميع الفصائل الفلسطينية تعمل معا وسويا. عندما تقرأ بعض البيانات تجد أن كتيبة كذا وكذا وكذا كانوا معا في العملية الفلانية أو في الكمين الفلاني أو في زرع العبوات التالية، وبالتالي استطاعوا أن يحققوا هذه النقطة أيضا. أما إذا أردت أن تتحدث عن نوعية السلاح التي بأيديهم، أنا أقول لك بكل وضوح أبسط أنواع السلاح التي نراها في الفيديو وفي المتابعات هي الموجودة بين يدي المقاومة. أن تتحدث عن بنادق مثل الM16 ومثل البنادق الأبسط من ذلك، وتتحدث عن بعض العبوات المصنعة يدويا، وتتحدث عن بعض القنابل اليدوية، وهذا كل ما تملكه المقاومة. ولكن لاحظ أن الملاحظة الأولى التي تحدث بها الاحتلال قال نحن نأسف أن سلاحنا سلاح الجيش الإسرائيلي هو الآن الموجود بيد المقاومة، لأن المقاومة استطاعت أن تصل إليه في مخازن الأسلحة في الداخل المحتل عن طريق ربما التجار أو غير ذلك، وبالتالي استطاعت أن تحصل على سلاحها. نعم هو بشكل أنفس، لكن استطاعت أن تحصل على ما تتمترس به وتتسلح به وتواجه تتسازم هذا الاحتلال من خلال هذا السلاح البسيط. نعم أستاذ دويكات، طبعا الاحتلال يريد أن يبرر عدوانه من الناحية الأمنية وأطلق آلته الإعلامية في سبيل ذلك. سياسيا ما مبرراته لهذا العدوان؟ يعني بصراحة شديدة الاحتلال أولا بهذا العدوان والعدوان السابق وقبله العديد من الاجتياحات كان لا يعير اهتمام إلى المجتمع الدولي، ولا لأنه مطمئن ولديه الولايات المتحدة الأمريكية التي ليس فقط تدعمه سياسيا وإنما عسكريا وتوفر له غطاء سياسي على مستوى العالم وعلى مستوى المؤسسات الدولية. وفي نفس الوقت وللأسف الشديد هناك عدد للأسف الشديد من الدول العربية التي ذهبت باتجاه تطبيع العلاقات مع هذا الاحتلال، وهذا يشكل أيضا غطاء بطريقة غير مباشرة لعدوان الاحتلال، وبالتالي هو مستمر في عدوانه ليس فقط على مخيم جنين،
بالأمس يعني تحدث رئيس الحكومة الفاشي نتنياهو وقبله سموتريتش وأيضا بن غفير، وأكدوا على نقطة واحدة، هم ذاهبون باتجاه تطبيق برنامج هذه الحكومة الفاشية بضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة سيادة دولة الاحتلال على الأراضي المحتلة، وبالتالي يعني ضم كل الأراضي الفلسطينية، وبهذا يعني يكون قد انتهى إقامة الدولة أو فكرة إقامة الدولة الفلسطينية. وأيضا يعني هناك سلسلة قرارات عنصرية أقرت في الكنيست، الهدف الرئيسي من هذه القرارات العنصرية هو طرد الفلسطينيين من بيوتهم ومن أراضيهم، فبالتالي الاحتلال يمعن في سياسته التصفوية ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية دون أن يقيم أي اعتبار للأعراف والمواثيق الدولية ولا للمؤسسات الدولية، وأيضا هو يعتبر حاله قد يعني يقف في أمان أمام هذه الهرولة من عدد لا بأس به ودول مهمة في الوطن العربي ذهبت باتجاه تطفي علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني، وأيضا كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل له غطاء سياسيا وداعما في نقطة المجتمع الدولي. أستاذ محمد ويكا، للأسف الشديد يعني دعني أكمل هذه النقطة. تفضل. للأسف الشديد يعني نحن الفلسطينيين لا نمتلك سياسة واضحة، سياسة تقوم على الندية، وإنما نحن ما زلنا نتمسك بخيارات بائسة وأيضا اتفاقات بائسة كاتفاق أوسلو المشؤوم الذي يعني للأسف الشديد الخاسر الرئيسي منه الشعب الفلسطيني والرابح الرئيسي منه هو الاحتلال الصهيوني الذي يعني يتحدث أمام العالم أنه يعني أن هناك سلطة تدافع عن الشعب الفلسطيني وهذه السلطة مسلوبة الإرادة، وأيضا قرار هذه السلطة أيضا هو قرار مسلوب، وبالتالي نحن كفلسطينيين بأمس الحاجة إلى توحيد الصف، يعني توحيد جهودنا وتوحيد موقف، أن يكون هناك موقف سياسي موحد للرد على هذه الجرائم بالإعلان الفوري عن وقف كل أشكال التعاون والتنسيق مع هذا الاحتلال، وأيضا وقف كل أشكال العمل باتفاقية أوسلو والانسحاب من هذه الاتفاقية الذي الاحتلال الصهيوني لم يبقى من الوقت إلا القليل. أستاذ محمد ديكا أصبحت خلف ظهره، فبالتالي نحن بأمس الحاجة إلى توحيد جهودنا السياسية، ويجب أن تنعكس هذه الوحدة الميدانية على المواقف السياسية، بضرورة أن نصلب جبهتنا وأن نعزز موقفنا السياسي ونتسلح بهذا الحركة الجماهيرية الناهضة والمقاومة الفلسطينية الباسلة، وأن نتوجه إلى العالم موحدين ولدينا استراتيجية وطنية واضحة المعالم وواضحة الأهداف، وأيضا نضع العرب وأخواننا العرب والدول العربية وجامعة الدول العربية أشكرك. أمام مسؤوليات والدفاع عن فلسطين. أشكرك جزيلا الشكر سيد محمد دويكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا مباشرة من نابلس عبر سكايب. الشكر موصول لك أيضا المختص في الشأن الصهيوني الأستاذ محمد ناجي صبحة، كنت معنا مباشرة من طول كرم. شكرا جزيلا لكما ضيفي. مشاهدينا ختام عدد اليوم من نبض العالم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.